لماذا نتعلق؟ هذا سؤال الكل لا يستطيع الإجابة عليه بسهولة، فهنالك روابط لا تفهمها، روابط بشرية إنسانية، قد يكون شعور، قد يكون منحة تفكير لا تعرفه، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا من الماء جدوة نار. نعم، إن هذا الأمر صعب أن تمشي في الحياة دون أكدار وأقداء، بمعنى هنالك صعوبات يجب أن تواجهها. تعلم وتعلم أن تجابه كل تلك الصعوبات والحواجز النفسية بمفردك. التعلق هنا يكمن بعدة أسباب ومنحة. السبب الأول، قد يكون أنت في بيئة صادمة، هذه البيئة جعلت خزان العاطفة لديك قليل، صغير، غير ممتلئ، فبحاجة إلى من يملأه. هذا في بعض الأحيان نحن نعيش حالة التكامل النفسي والنمو النفسي، لا نستطيع أن نتكامل بمفردنا، لا نستطيع أن ننمو بدون المحيط. المحيط قد يكون هو البيت الأول، ثم بعده البيت الثاني. البيت الثاني هو بيت الزواج، هنا الشريك العاطفي يجب أن يتمتع بصفات، أو على الأقل تقدير أن يكون لديه الحس التجاهي. في بعض الأحيان يجب عليك التنبه أو الانتباه إلى أن الشريك العاطفي لا يعرف بوجودي ولا يعرف بأحاسيسي، لا يستطيع احتوائي. أستطيع هنا أن أنبه، لا، أنا أبغى يفهمني بدون ما أتكلم، مش ممكن، أبغى يحس فيني بدون ما أقول، مجرد ما أنظر تابعني. كثيرا من السيدات وحتى الرجال يقولون هذا، لا يا سيدتي ولا يا سيدي، لا يمكن أن أتنبأ في بعض الأحيان، أو يكون لدي الإدراك والحس اتجاه الطرف الآخر، مش متوفر في جميع الشخصيات ولا جميع الناس ولا جميع البشر. لذلك أنبه، ولذلك أتكلم، ولذلك في بعض الأحيان أن أتكلم بدون حروف. إذن السبب الأول هو معيشة في بيئة صادمة وخزان عاطفي صغير أو ضعيف أو غير مكتمل. السبب الآخر أنني بحاجة إلى النمو النفسي، بحاجة إلى التكامل، فالإنسان بطبيعته اجتماعي، أنا بحاجة إلى التكامل. من يكون مصدر لطاقتي؟ في بعض الأحيان لا يرى نفسه إلا من خلال الآخرين، ليس خطأ، فكلنا بحاجة إلى التقدير والاهتمام والاحتواء. إذن هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث، أني رأيت في الطرف الآخر شخصية كنت أنا بحاجة إليها، هو يعبر عن ما أريد، لم تكن شخصيتي بهذا النوع وبهذا المستوى وبهذا التمكين. الطرف الآخر لديه كل القدرات، لديه سرعة المهارة والبديهة في الحلول، في الفكرة، في المفردة، ولديه عيوب أنا لا أرى إلا نقطة الجذب الواحدة التي تعجبني، بقية العيوب سوف أصلحها في داخل تفكيري، في داخل شعوري، وإن كانت عيوب. إذن الحب أعمى، ويقول الإمام علي: من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بإذن غير سميعة، قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. إذن نحن بحاجة للآخر ليكملنا نفسيا، ينمو معي اجتماعيا، يشاركني جسديا. أيها الزوج، لا تترك فراغا أو تترجل عن حصانك. أيتها الزوجة، عليك أن تلبسي لباس الصفات والمقاييس الأنثوية تجاه زوجك، صفات نفسية، جسدية، حب وشعور وجسد، هذا هو التكامل. الأسباب الأخرى سنتعرف عليها في المقطع القادم. دمتم بخير.